بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بك أخي الكريم، وسيكون درسنا عن معنى البعث والنشور وأدلته. سأتكلم في هذا الدرس عن عدد من النقاط: معنى البعث والنشور، المراد بإثبات البعث، الدليل على إثبات البعث، بعض الأدلة العقلية على إثبات البعث، حكم إنكار البعث. معنى البعث والنشور: ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور نفخة الصعق فتنتهي الحياة في الأرض وفي السماء إلا من استثنى الله، ثم ينفخ نفخة البعث فيقومون من قبورهم لربهم سبحانه وتعالى، كما جاء في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يروط حوض إبله، قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، شك الراوي، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهو نفخة بعد النفخة الأولى للقيام لرب العالمين سبحانه وتعالى. والليت الوارد بالحديث هي صفحة العنق، وإصغاؤه إمالته، ومعنى ذلك فلا يسمعه أحد إلا أصغى أمال صفحة عنقه. والطل هو أضعف المطر. المراد بإثبات البعث: نؤمن يقينا بأن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور، وتعاد الأرواح إلى الأجساد، فيقوم الناس لرب العالمين. يقول الله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فأجمع المسلمون جميعا على ثبوته، بل أثبته قبلهم الأنبياء عليهم السلام، من آدم عليه السلام وحتى محمد صلى الله عليه وسلم. وهو مقتضى الحكمة، حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معادا يجزيهم فيه على ما عملوه في الدنيا. الدليل على إثبات البعث: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الأدلة العقلية على إثبات البعث: أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وما فيهما، فالقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته، بل هو سبحانه على إعادته أقدر، كما قال تعالى آملا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهو في سؤالهم: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إعادته سبحانه وتعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، انظر إلى السماوات والأرض، فالله ضرب بها المثل، وهو العزيز الحكيم. ترى الأرض جامدة ثم إذا أنزل الغيث أصبحت مغطرة، فأنت تنظر إلى الأرض هامدة جامدة، فإذا أنزل عليها الغيث شاهدت أرضا خضراء حية قد أنبتت من كل زوج بهيج. فالقادر على إحياء هذه الأرض بعد موتها وجدبها هو قادر على إحياء الموتى. انظر ماذا يقول سبحانه وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فالقادر على إحياء هذه الأرض بعد جدبها لهو قادر على إحيائنا نحن الضعفاء بعد الموت مرة أخرى للبعث والنشور. فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من المعلوم بداهة أن من قدر على العظيم الكبير فهو على ما دونه أقدر، فإن من أبدع في خلق السماوات والأرض على عظم شأنهما وإحكام صنعهما وعجيب خلقهما أليس على إعادة الخلق أقدر؟ بلى والله إنه على إعادة الخلق أقدر. انظر إلى هذه الآية ماذا يقول سبحانه وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه: أولم يروا أن الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. فالناظر والمتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى لا يجد عجبا. وهذه من العبادات المنسية، أن الإنسان يتفكر في خلق السماوات والأرض، حكم إنكار البعث.
إنكار البعث كفر بالله سبحانه وتعالى وسوء ظن به عز وجل، فإن من ظن أن الله لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى المحسن فيها بإحسانه والمسيء فيها بإساءته فقد ظن بالله ظن السوء والعياذ بالله. يقول سبحانه وتعالى: وإن تعجب فعجب قولهم. ما هو العجب؟ أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد؟ ما الحكم لهم؟ أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول سبحانه وتعالى: قد خسرا. من هم؟ الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وتوعدهم بالعذاب سبحانه وتعالى: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أجارنا الله وإياكم من العذاب والضلال البعيد. ملخص درسنا: معنى البعث والنشور وأدلته. معنى البعث والنشور: ينفخ إسرافيل نفخة الصاعق فتنتهي الحياة إلا من استثنى الله، ثم ينفخ نفخة البعث فيقوم الناس من قبورهم. المراد بإثبات البعث: نؤمن يقينا بأن الله تعالى يبعث من في القبور وتعاد الأرواح إلى الأجساد فيقوم الناس لرب العالمين. الدليل على إثبات البعث قوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الدليل العقلي: أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وما فيهما، فالقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته. حكم إنكار البعث: كفر بالله تعالى وسوء ظن به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.